هذا ابو الشاي وابو الاكل ابو اللبلب العالم انها تريق الصبح وصار التفجير، يعني الشهداء وقعت هاي تجي الاسعافات من هناك سادين الشارع منا من الجسر ما يعبرون الاسعاف، الشهداء والجرحى بالعربين ظلينا ننقلهم، يعني ما نقول غير شيء، هسه انا مواطن انتظر دور باي انفجار راح استشهد. لا لا ما بقيت.